المفروض الحملة دي يعني يشوفوا لنا بديل، لأن أنت سيادتك اللي في الشارع دول كلهم ناس متعلمة وناس معاها بكورسات، فالمفروض يكون في بديل. أنا راجل متجوز ومعايا عيلين، أعمل إيه دلوقتي يعني؟ أما هم يجوا يشيلوني، أنا ما فيش وظيفة من 2004 وأنا متخرج، ما فيش وظيفة. شغلانتي في السودة دي لي 15 سنة، يعني المفروض يبقى في بديل. هو هيشيلني أو أنا مش ممانع يشيلني، بس يبقى في بديل. عايزين يقوموا بحملة، ما فيش مشاكل، بس يوفروا بديل، وبديل ما يقلش عن حاجة زي كده، يوفروا بديل للناس. البياعين دي موجودة هنا عشان خاطر محطة المترو. طول ما في المترو بياعين موجودة، ما فيش مترو مش تلاقي بياعين. لو عايزين يشيلوا المحطة دلوقتي يشيلوها، بس يوفروا بديل للناس دي. محطة حلوان فيها أكتر من 15,000 بياع، وال 15,000 قاعدين هنا، مش هقول لك من مدن تاني، من مدن، بس معاهم بيوتهم هنا وساكنين هنا ومعاهم عيالهم هنا. فواحد معاه 3 4 عيال ده مش هيوكلهم زلط يعني. الفرش ده هو بيكسب 50 60 جنيه وخلاص، ومعايا 3 اولاد في المدارس وساكن. طبعا الازاله غلط، المفروض كانوا يكون شافوا لنا بديل قبل ما يجيبونا الازال. وفي كذا بديل في حلوان، يعني سيادتك في جنينه ورا لما الشمامين والشماحطيه يعملوا لنا سوق، اعتبرينا ان احنا شغلنا الطريق. ما هم لو موفرين لنا بديل احنا مش هنشغل الطريق دي كده. لو في وظائف عاملينها، لو في اي سوق عاملينه، يعني زي الجنينه اللي بتاعت الموقف بتاع الصف دي، الجنينه دي تشيل بالظبط كده مش اكتر، مش اقل من 28,000 بياع. فيها شمامين وفيها بلطجيه وفيها اولاد، مفيش داعي للفظ يعني، مش محترمين. وعايشين فيها كان الواحد معاش في بيتهم بالظبط. عايشين بطريقه ما توصفاتش. لو واحد هناك فكر كده، لو الشتم وفكر انه يرد، يا يطلع سليم يا ما يطلعش. هما بيتعاملوا مع الناس هناك كده. بطلب ان هم يوفروا لنا سوق مقرب للمترو، يعني هي الجنينه اللي في وش المترو دي اللي متحوطه بالبياعين، وبيقعدوا فيها بيقعدوا فيها المتسولين والكلام ده، والناس بتخش تشرب فيها. دي تتعمل سوق متعدد 4 ادوار 5 ادوار، هيلم البياعين كلها اللي في المحطه دي كلها. احسن حاجه تعملها الحكومه انها تشيل المحطه، اللي ما ماشي غير الشمامين وجولات الادب. المحطه دي للناس الكريمه اللي تاكل فيها عيش، مش الشمامين والشماحطيه وبتوع الدعاره. بطالب باي مكان بديل، بس يعني احنا مش ممانعين ان احنا نمشي، بس عايزين مكان بديل. يشوف لي مكان بديل يعمل سوق. هي في اماكن كتيره، بس هم الحكومه مش عايزه تنفذ. احنا رحنا للمحافظ، يعني ايام ما جم شالونا قبل كده ساعه الثوره الاولانيه، جم شالونا وبتاع، حصلت ازاله، ورحنا للمحافظ، ورحنا المحافظه اللي في عابدين، وقالوا لنا هنعمل والكلام ده، هنعمل سوق. مفيش تنفيذ، كله بيدينا كلام ووعود ومفيش اي تنفيذ. عرضوا قالوا هنودكم عين حلوان مع اول حمله جايه. قلنا ما ينفعش عين حلوان، عشان عين حلوان دي بعيده عن المترو. مفيش موقف اصلا، مفيش غير موقف الصعيد. وموقف الصعيد اصلا العربيات ما بتحملش منه اصلا. فعشان الناس تروح تشتري، الواحد هياخد له تاكسي من المحطه ب5 جنيه ويرجع ب5 جنيه، عشان يروح ياخد له ب10 جنيه فاكهه، يبقى هو الخسران في الليله دي، فمش هيروح يشتري. لمين في عين حلوان؟ يعني عين حلوان ما فيهاش حد. هنروح نقعد في الصحراء وهنبيع لمين في عين حلوان؟ احنا شغلنا مرتبط بالمترو وبالمواقف بتاعت العربيات. لو استمرت على كده ادينا بنلطش مع العيال. جه وشالوا الدنيا وخربت، يبقى كل واحد كده يروح في بلدهم وبالسلامه. مفيش حد هيروح، ومش هيعرف يصرف على بيته اصلا بالسلامه كده. اللي معاه 3 4 عيال، يعني انا راجل متجوز ومعايا ابن، ده راجل متجوز ومعاه عيلين، في ده متجوز ومعاه 2، ده متجوز ومعاه عيلين، في اللي متجوز ومعاه 5 6 عيال، هيصرف عليهم منين؟ يعني اللي الناس حاطه في دماغها ان البياعين بتوع حلوان دول الواحد بيكسب 1000 جنيه في اليوم، ما حصلش. ممكن يفضل اليوم كله شغال يحسب حساب الزرع بتاعه، يلاقيه مش كسبان اصلا، ممكن يعمله 30 40 جنيه ويبقوا 2 3 واقفين معاه. اكل ولا في شرب، ولا هنلاقي نشتغل، ولا هنعرف نعيش. اوفر حياتي ازاي؟ ده هو كل مصدر رزق هو ده. البلد دي جدا فرعوني، ما ينفعش معاها السيس والعصايه، انه الشعب ولا هيستقبل كرباس البحايه.